مهم كتير إنه يكون في توازن بين سلطة الدولة من جهة والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة تانية، لحتى ما تنجر الدولة وراء مصالح مسؤوليها وتصير ملك لأفراد محددين، مثل ما بيصير بالأنظمة الدكتاتورية يلي بتقوم على إلغاء الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لتضمن سيطرتها على الدولة وما يكون في أي رقابة أو معارضة لفسادها وسرقاتها. والحزب هو مجموعة من الناس اتفقوا على أفكار بتشبههم وبتعبر عنهم، والحزب عادة بيحاول يمثل أعضائه بالدولة عن طريق الانتخابات أو المشاركة بالحكومة، وهيك بيكون الحزب إما مشارك بالحكم وبيعبر عن أفكار الناس يلي بتنتخب الحزب، أو بيكون معارض للحكومة وبيضغط عليها وبينتقدها. وكثرة الأحزاب بالدولة بتدل على إنه المجتمع فيه تنوع وفيه أفكار، بس لما بيكون في حزب واحد بتكون الدولة اسمها دولة الحزب الواحد، وسوريا كانت هيك لفترة كتير قريبة رغم إنه فيها أحزاب شكلية، والنقابة غير الحزب، هي عادة مرتبطة بمهن وحرف محددة وبتعبر عن أصحاب هالمهن وبترعى مصالحهم، مثل نقابة العمال ونقابة الفلاحين. وضروري تكون النقابات مستقلة وما نخاض على أي حزب لحتى تلعب دورها الطبيعي بالضغط على الحكومة في حال انتهكت حقوق أعضائها. أما المجتمع المدني فهو عبارة عن مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية يلي ما بتسعى للربح، وكمان النوادي والمؤسسات والجمعيات. وجزء كبير من أنشطة المجتمع المدني هي أنشطة تطوعية وبتشمل تقديم الخدمات والتأثير على السياسات العامة ومشاركة المعارف ونشر المعلومات وممارسة الضغط على صانعي السياسات وأصحاب القرار. ومن مميزات المجتمع المدني الحرية، الحرية الشخصية يلي هي إنه الواحد يقول يلي بيفكر فيه وبيحلم فيه، ويجتمع مع ناس بيشاركوها الأفكار والأحلام بمنتديات ونوادي شبابية من دون ما يكون في أي جهة تعاقبه أو تعتقله بدون محاكمة أو قضاء، وتمارس عليه دور الإرهاب الفكري والنفسي والجسدي. الدولة هي مسؤوليتنا كلياتنا، مسؤولية كل واحد منا إنه يحافظ عليها وما يسمح لأي حدا إنه يسرقها أو يحولها لدولة ديكتاتورية لشخص أو لعيلة أو لحزب. وهذا الشيء ما ممكن يتحقق من دون أحزاب حرة ونقابات مستقلة ومجتمع مدني قوي.